حازم، المشهد كما هو عليه في استمرار للغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي المتواصل على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس وعلى المناطق أيضا الشرقية في وسط قطاع غزة والمناطق الشمالية من مخيم النصيرات. لكن سنبدأ من منطقة القرارة جنوبي قطاع غزة، وهناك استمرار لهذا القصف الجوي والمدفعي على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، شرق بلدة القرارة، شرق خزاعة، معا بلدة الفخاري وأحياء أخرى من تلك المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. سيارات الإسعاف والدفاع المدني تحاول الوصول إلى تلك المناطق الشرقية من أجل انتشال ربما شهداء وجرحى جراء استمرار لهذا القصف الذي يستهدف تجمعات للمواطنين ومنازل للمواطنين ومناطق مفتوحة في المناطق الشرقية. لكن في بعض الأحيان لا تستطيع سيارات الدفاع المدني والإسعاف الوصول إلى تلك المناطق الشرقية كونها تتعرض لقصف مدفعي وغارات جوية عنيفة في المناطق الشرقية. لكن منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة وصل عدد من الشهداء إلى مستشفى ناصر الطبي، وأيضا عدد من الشهداء جراء استمرار لهذا القصف، وأدخلت العديد من الإصابات إلى غرف العمليات في محاولة لإنقاذ حياتهم. أيضا عملية النزوح من المناطق الشرقية ما زالت مستمرة حتى هذه الساعة، شاهدت عربات تجرها حيوانات وشاهدت مركبات خصوصية وعمومية للمواطنين وهي تنقل احتياجاتهم وأمتعتهم من فراش وأغطية ومستلزمات تخص هؤلاء الناس إلى مناطق يتوجهون إلى وسط قطاع غزة، إلى دير البلح أو إلى غرب مدينة خان يونس، إلى منطقة مدينة حمد، إلى مواصي خان يونس وغيرها من المناطق الغربية من مواصي خان يونس. فبالتالي الناس مرهقون ومتعبون من عملية النزوح المتكررة من محافظات قطاع غزة في ظل الحديث بأن هذه عملية النزوح تكلف الناس أثمانا باهظة سواء مادية أو جسدية أو معنوية أو نفسية أو غيرها من المعاناة التي يعيشونها في ظل استمرار عملية النزوح، في ظل خروجهم من منازلهم التي تحتوي على كل شيء تحتاجه الأسرة إلى مناطق خارج هذا المنزل، إلى الشوارع، إلى المناطق العامة، إلى الساحات والميادين، إلى أماكن لا توجد بها أبسط البنى التحتية والمياه النظيفة والغذاء وغيرها من الحياة. فبالتالي ظروف قاهرة وقاسية جدا للناس عندما يخرجون من منازلهم تحت هول القصف إلى مناطق، إلى الشوارع وإلى الساحات العامة في ظل ظروف صعبة وعدم توفر أبسط مقومات الحياة في أماكن النزوح. هم يشتكون من الأوضاع المعيشية والأوضاع المادية وغيرها من المعاناة لعدم توفر يعني أبسط مقومات الحياة في ظل استمرار الحصار وإغلاق معابر قطاع غزة، في ظل عدم وجود عمل أيضا. هم يفتقرون إلى العمل، أكثر هؤلاء الناس فقدوا أكثر من 200 ألف وظيفة عمل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على محافظات قطاع غزة، وهم الآن يعني يسيرون في الشوارع، يجبون شوارع محافظات قطاع غزة من أجل الحصول على لقمة العيش، من أجل توفير العلاج للمرضى المزمنين لعائلاتهم، من أجل توفير المياه والغذاء وغيرها من مستلزمات الحياة، من أجل توفير الملابس التي يريدون ارتدائها. لا توجد في المحلات أيضا أي من أنواع الملابس أو مواد التنظيف أو السلع والبضائع التي يحتاجونها، وما يدخل عبر معبر كرم أبو سائل من بضائع للتجار هي لا تلبي احتياجات الناس كونها مرتفعة الأسعار، ويدخل بعض الأصناف مثل البيض وبعض اللحوم المجمدة التي يعني لا يستطيعون شراءها كونهم فقراء. الناس فقراء جميعهم سواسية، لا يملكون المال، بحاجة إلى المساعدات سواء من الأونروا أو غيرها كي يعني يلبوا احتياجات أسرهم في أماكن النزوح القاسية والصعبة في ظل اشتداد درجات الحرارة التي نشهدها منذ عدة أسابيع. فالوضع كارثي بمعنى الكلمة. لو انتقلنا إلى الوضع الميداني في وسط قطاع غزة، أيضا استمرار للغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفع في مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة، وكان
كانت أعنف الغارات الإسرائيلية قبل ساعات في مدينة دير البلح وخاصة في شارع أبو عريف، عندما أغار الطيران الحرب الإسرائيلي على منزل لعائلة أبو سليم، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد 12 شهيدا وإصابة العشرات بجراح مختلفة جراء استهداف هذا المنزل دون سابق إنذار، مما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى. أيضا تضرر المنزل ومنازل مجاورة جراء هذه الغارة المباشرة التي استهدفت هذا المنزل. أيضا كانت هناك غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مخيم النصيرات في ساعات الفجر الأولى وأسفرت عن سقوط شهيد وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. كان هناك أيضا قصف مدفع استهدف المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، منطقة المغراقة، وادي غزة، مدينة الزهراء، وهذا القصف كان عنيفا في تلك المناطق ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى تلك المناطق الشمالية لمخيم النصيرات. وحتى الآن ما زلنا نسمع دوي هذه الانفجارات العنيفة التي تضرب المناطق الشمالية والشرقية لوسط قطاع غزة، منطقة دير البلح، برج يعني مخيم المغازي، مخيم البريج، قرية المصدر. هذه المناطق تتعرض للقصف المدفع المتواصل على هذه المناطق.